ميم يونس هي حضورها هنا باش جايه تسجل الغنايه من الحان الفاضل النوبلي وكلمات توني ابي كرم وتوزيعيه طبعا محسن المازري. سجلناها في تونس هنا والحمد لله يعني وفقنا فيه وجات كي جات فرحت بها برشا الغنايه عجبتها برشا. حبينا في نفس الوقت انا وكريمه باش خدمنا برشا باش حضرنا جايتها لهنا. نحب نشكرها برشا على خاطر هي اللي عملت معايا عملت لي زانفيتاسيون معناتها باش خذوا لي فيزا من بيروت يعني فهمتوا الخدمه معناتها بيني وبين كريمه. وطبعا بالنسبه لي نحن جايين هالتونس سي تونس البيه سي كريمه الوسلاتي برنامج كريمه تونس البيه والاذاعه الوطنيه هذا هو بالنسبه لي نحن نخدموا في الاذاعه بقلبنا بيدينا بمخنا باللي تحبوا انتم انا قاعدين نخدموا ربي يكون ربي يوفقنا ان شاء الله. عايشك عايشك يا محسن. هو المهم في الحكايه السجويات والتجهيزات اللي فيه من اقوى ما فما في شمال افريقيا اذا مش في افريقيا الكل وهذا يلزم يقع استغلاله مع المطربين التوانسه اللي باصواتهم نحيوا الذاكره للشباب بتسجيلات جديده وتكون تصلح الارشيف بعد 20 30 سنه باش نلقاو التسجيلات هذه. ثم الحلمه الكبيره نتاع تونس البيه انه يجيو من المشرق ومن المغرب العربي ويعملوا دي تريو مع مغنيين التوانسه كما كان ذكروا يا ميونس اغنيتها يا بنيه العرجون يا عبد الله المناع يا كل عام التوا تتردد لانه انتاج الاذاعه الجزائري اللي ساهمت في تسجيلها وكل احنا زاده من المنطلق هذاك عوده الحياه للاغاني القديمه وكذلك تشريك الفنانين التوانسه ومزيد والمساهمه في اشعاعهم خارج تونس كسوا هي تبادل معناتها الشرقي يجي يتعرف على مخزون نتاعنا والاصوات والتونسي كذلك يتعرف. دونك هذه هي تونس البيه كل سبت على الاذاعه الوطنيه من 9:30 الليل. محسن كريمه ونبيل زميت والاولاد نتاعنا فرقه الاذاعه الوطنيه برافو 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 مجهود كبير برشا. شو محلى انا لحمي قشعر راهو معناتها تسمع في تعلق قلبي وهو يونس في الإذاعة الوطنية حاجة كبيرة على الآخر راهو.